السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. في هذا الشرح سنتعرف إن شاء الله على طريقة ستفيدك كثيرا في حذف خلفية أي صورة في أقل من 5 ثواني مهما كانت صعوبة هذه الخلفية. وستفيدك هذه الطريقة في حالة ما إذا كنت ترغب بعمل صورتك كصورة مصغرة لمقاطع الفيديو الخاصة بك على اليوتيوب. في الغالب لحذف خلفية الصور نستخدم برنامج الفوتوشوب الاحترافي، إلا أن الأمر قد يأخذ منا بعض الوقت خاصة عندما تكون الخلفية مركبة من عدة أشياء. فمثلا إذا أردنا حذف خلفية هذه الصورة بالفوتوشوب فسيكون الأمر سهلا جدا ولن يأخذ منا الكثير من الوقت. ما سأقوم به هو استخدام أداة Magic Wand Tool بهذه الطريقة، كما يمكنني استخدام أداة Quick Selection Tool وأداة الممحات لحذف هذه الخلفية. إذن في الأخير سأحصل على هذه الصورة بدون خلفية، وبالتالي يمكنني استخدامها مثلا كصورة مصغرة لليوتيوب. لكن في هذا المثال إذا أردنا حذف خلفية هذه الصورة فقد نجد الأمر متعبا وسيأخذ منا الكثير من الوقت، بحيث سنستخدم مجموعة من الأدوات على الفوتوشوب لكي نحصل على صورة بدون خلفية. مثلا سأستخدم أداة Polygonal Lasso Tool، وإذن يمكنني استخدام أداة Rectangular Tool وأداة الماجيك تول لحذف خلفية هذه الصورة. كما تلاحظ يجب أن أعمل بهذه الطريقة ثم أعمل زوم للصورة وهكذا أستمر حتى أكمل الصورة، لكن الأمر سيأخذ مني الكثير من الوقت. لكن ما رأيكم إخواني الكرام بطريقة ستساعدك على حذف خلفية أي صورة في أقل من 5 ثواني؟ نعم، يمكنك عمل ذلك من خلال هذا الموقع الذي يدعى Remove Image Background. هذا الموقع يقدم هذه الخدمة مجانا، إذن ما عليك سوى الدخول إلى هذا الموقع من خلال الرابط الذي ستجده في الوصف أسفل الفيديو. إذن بعد الدخول إلى هذا الموقع اضغط على Select a Photo. بعد أن تظهر لك هذه النافذة قم بجلب الصورة التي ترغب بأن تقوم بحذف خلفيتها. مثلا سأقوم باختيار هذه الصورة ثم أضغط على Open. إذن بعد إضافة هذه الصورة تنتظر قليلا لمدة لا تزيد عن 5 ثواني لتظهر لك في الأخير هذه الصورة بدون خلفية. إذن كما تلاحظ هذه الصورة التي قمنا بإضافتها وهي بخلفية جد معقدة والتي ستأخذ مني الكثير من الوقت على الفوتوشوب، وبعد استخدامها في هذا الموقع لم تأخذ مني الكثير لأحصل في الأخير على هذه الصورة بدون خلفية. إذن بعد أن تظهر لك الصورة التي اخترتها بدون خلفية اضغط على Download لتنزيلها. بعد ذلك يمكنك التوجه إلى الفوتوشوب ثم تقوم باستدعاء هذه الصورة التي قمت بتحميلها. بعد ذلك يمكنك عمل صورة مصغرة لهذه الصورة التي قمت بإزالة الخلفية لها بهذا الشكل. إذن سنقوم بعمل خلفية لها ثم سنضعها هكذا. إذن كما تلاحظ يمكنني الآن أن أقوم بتغيير خلفية هذه الصورة إلى أي خلفية، أو إضافة ستروك لها مثلا سأقوم بإضافة ستروك لها من خلال هذه الخيارات، ثم سأقوم باختيار اللون الأبيض ثم أوكي. وفي الأخير يمكنني إضافة بعض الكلمات هنا. وفي الأخير يمكنك حفظ هذه الصورة من خلال خيار فايل ثم سيف أز، تعطي لها مثلا اسم آخر ثم نغير من صيغة الصورة مثلا إلى صيغة JPEG أو إلى صيغة PNG. بعد ذلك أضغط على Save ثم أضغط على OK. وفي الأخير سأحصل على هذه الصورة بخلفية أخرى، وبذلك يمكنني استخدامها كصورة مصغرة لليوتيوب. إذن كما شاهدت معي أخي الكريم بهذه الطريقة يمكنك حذف خلفية أي صورة في أقل من 5 ثواني مهما كانت صعوبة هذه الخلفية. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم والتي نتمنى أن تكون مفيدة لكم. لا تنسوا دعمنا من خلال الإعجاب بالفيديو، مشاركته مع أصدقائكم، والاشتراك بالقناة إذا كانت هذه أول مرة تشاهدوا فيها قناة تقنيات. دمتم في أمان الله.